أقدر بأن أول مهمة تقع علينا كأئمة هي أن نبرئ ساحة الإسلام مما ينسب إليه. ما زال الغرب واليمين المتطرف على وجه الخصوص، والجهلة من السياسيين من جملة أولئك، ما زالوا يتهمون الإسلام بأنه هو السبب فيما يقع من الإرهاب في بلاد الغرب عموما. لم يعد الانتداب إلى مسجد باريس معتمدا على الجزاء، على البذل، ولا على الصداقة، ولا على القرابة، ولا على الطواف في محيط الإدارة.